بس المسابقه على السريع يا عمار ماني بعايد المسابقه حلوين. طيب اول شيء السلام عليكم. سلام حياكم الله وبركاته. المسابقه لكل فريق مع كرتين. حلو. لكل فريق مع كرتين ممتاز. يا سلام. كرت اخضر اجابه صحيحه او معلومه صحيحه، كرت احمر معلومه خاطئه. حلوين. حلو. ممتاز. طيب أبطرح معلومه انا بدون ما اصحح، اذا بتصححون حلوين. حلو. ما انتم بصححين بكيفكم. حلو. اللي يهمني الكرت يا صح يا خطا. حلوين. طيب ناخذ اول معلومه نجرب. السؤال عند فريق مهند. يا سلام. وسؤال عند فريق عزام. عندي سؤال دحين قبل السؤال. هذا بروفا ولا نبدا على طول؟ لا نجرب. ممتاز. بروفا. حلو. طيب السؤال يقول، اول معلومه عفوا تقول، دور وصايا. يوجد الفيتامين سي في البرتقال اكثر من الفلفل. رفعنا دقيقه. هنا بالدور اختار. حلوين. طيب يوجد فيتامين سي في البرتقال اكثر من الفلفل. صح. اخضر قلت في البرتقال. واحد يقول لك في البرتقال. اثنين ثلاثة. إجابة خاطئة. وقف في البرتقال. إجابة في الفلفل أكثر. طبعا في الفلفل أكثر من البرتقال. حلوين. واضحة. أعطينا معلومة يا أخي. طيب نبدأ أول بحكم أنكم إجابة خاطئة. نبدأ فريق مهند. ها هذه بروفة. لا بوزنا نفس القرعة. نفس القرعة. خلوها قرعة. السؤال الثاني أو المعلومة الثانية. مركز الأرض بارد جدا. مركز الأرض بارد جدا. مركز يا واد ما حتجيبها. تنك لا حتجيبها. مركز ايش؟ مركز الارض. شو هو مركز الارض؟ علمني وين المركز عشان ابين. ما لي دخل. انا اقول لك مركز الارض. صح. متوصل. الحين مكيف مركز يسمونه مركز الارض. لا خطا. مركز الارض ما قال لك. طيب عندكم تصحيح ترى طبعا صح. الاجابه صح عليكم. الاجابه صح. اي واضح يا حبيبي. الارض يعني مكونه من. لا عفوا. برامج حاره. اي سلام عليكم. برامج. طيب نقطه هنا. نقطة هنا. صفر. موجود بروفا. لا صفر. بروفا انت كنت. لا عندكم اذا انا بروفا الاولى. بروفا الاولى هنا لا شيء. حلوين. انت تجربة ولا لا؟ انت تجربة يا اللي قبل كانت تجربة. محسوبة ولا محسوبة؟ ما هي محسوبة. لا تجربة. اي حتى هذه ما هي. حلو. لا اول دور بدا عند الفريق مهند. الحين واحد. المعلومة الثانية جاهزين؟ مضبوط. غير اللي غير الشخص. المعلومة الثانية. المضادات الحيوية تقتل الفيروسات وكذلك البكتيريا. معلوم. خطأ. وش السؤال؟ لا أنا أشوفه. السؤال المضادات الحيوية تقتل الفيروسات وكذلك البكتيريا. أنا أخنا. صيدلة. معلومة عادي. تقتل الفيروسات. أحمر على الأخضر. صح ولا صح؟ لا إجابة خاطئة. في إجابة هنا. في إجابة هنا. أبو مزون وش الإجابة؟ الإجابة تقتل الفيروسات بس. بكتيريا ما تقتل المضاد. خاص. خاص. لا. رفعت الجلسة. صفر. تقتل البكتيريا بس. وليس الفيروسات. مع تقتل البكتيريا. المهم انه عكس. المعلومة اللي هنا. المهم انه خطأ. طبعا يا شباب ترى هذه المعلومات ترى يمكن انا اول مرة اسمعها. والله ثمينة. فهي ثمينة. تعتبر ثمينة. صحيح لنا الخطأ بالله. السؤال يقول او المعلومة تقول الصندوق الأسود. لعبتنا. المستخدم في الطائرات لونه اسود. صدق رزق الاسود لونه اسود. والله احنا ما ركبنا طيارات. اثنين انا السيارات الدوليه ولا المحليه؟ لا حتى عشان حق الدولي ولا دولي. انا ما انصحك. خلاص اجابه صحيحه. انا ركبت كل الطيارات. اجابه صحيحه. على حكم سفريات. لا خطا مكتوب هنا. ما شاء الله. المعلومه خاطئه. يعني جدا طيب بس الاجابه صحيحه. اثنين يا سلام. 2-0. انا والله ركب اربعه. المعلومه التاليه يقول او تقول المعلومه. خلاص نهدى. الجزائر. حلو. نلعبها بالحب شوي. هي بلد المليون شهيد. تترررم بام بام. سهلة هذه. يا عيال سهلة. إجابة خاطئة. خذ المعلومة هذه طرده. خذ المعلومة هذه. حلو. إيه سلام عليك. إيه هذه اللي الحيوية. الجزائر بلد المليون ونصف المليون.
لكن لقبت في بلد المليون شهير. دقيقة دقيقة مصدر مصدر كيسيبيديا ولا ايش؟ نقول في مصدر بعدين. حلو اللي بعده اللي بعده ناخذ اتصال اخر. الو الو مرحبا. لا ترى مرة صحيح البلد مليون ونص مليون ونص. من هي بلد هي؟ الجزائر. بس لقبت كلقب لكن الاصل المعلومة الاصل المعلومة مليون ونص. مليون ونص. اي هذه معلومات حتى انا ممكن اول مرة اسمع. يلا صفر باقي. صفر باقي. يلا المعلومة عندكم. المعلومة عندكم. حزام ما احلاك وانت معنا. قول المعلومة. مين اللي يجاوب؟ انا. مين اللي جاوب قبل شوية؟ كله عزام. حلوين. المعلومة هنا. حبيبي حنا لا نتشاور. انا اي مكان اروح افوز. يلا سؤال او المعلومة تقول. النقود الورقية. مصنوعة من الورق. الجديدة ولا القديمة؟ ايه صح زي احنا عندنا دائما استاذ الكالي ترى هذه اعتراضات بشكل عام في مصاري الان بشكل عام النقود تبزهون واجد. انا دائم بزنس والله ما يصير محمر 15 سنة كل حبيبي انا بزنس انا بزنس انا بزنس خمسة استاذ الوقت اجابة صحيحة. الله ما شاء الله تبارك الله. انا بزنس مان اصلا انا واحدة المعلومة تقول الحين ما حنجاوب خلاص الكوكب الذي يدور عكس الكواكب الأخرى جوي هو كوكب زحل. عندك يا عمار؟ والله ما أعتقد. الكوكب الذي يدور عكس الكواكب الأخرى. بسم الله بسم الله توكل على الله. هو كوكب زحل كابتن. لا خطأ مستحيل كوكب زحل. وإجابة صحيحة. دخول قوي. سؤال دقيقة اصبر شوي. عارفين الصح؟ ايه انا عارف الصح. المشتري لا الزهرة الزهرة. اي قلنا من اول الزهرة. انا بقول الزهرة. ما اعطيتنا فرصة. كم لا داعي. اثنين ثلاثة واحد. حلو المعلومة تقول. الاول ما احس. المعلومة تقول. المعلومة تقول. الاول قرعة بس. حبات اللؤلؤ حلوين تذوب في الخل. حبات اللؤلؤ تذوب في الخل. لؤلؤ الله ما هذا لعبة محمود. لؤلؤ اصلا محمود لعبة المجوهرات. اي فلوس انا مشيناها. في مين وين؟ لا 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 تخصم نقطة. انا اقول لو يذوب كان ذاب. خمسة البحر مال ستة على حسب اللؤلؤ اللي في البحر. واجابة خاطئة. اللي بعده معلش رجع كروت لامين المعلومة التالية. المعلومة التالية مين يجاوب الحين؟ ابو المزوم. سبب تسمية ضرس العقل ايوه بذلك لانه يبدا بالظهور في سن الرشد. سؤال حيجي عارف سن الرشد؟ صحيح صح. لا لا سن الرشد 40. سن الرشد 40 خمسة. ايش هو سن الرشد؟ ستة. سن الرشد خطأ. وإجابة خاطئة. لا ولا سن الرشد صح. أكبر منك أصغر منك. سبب تسمية أنا عارف إنه عقل الواحد لأنه يبدأ في سن في سن الرشد. المصطلحات لازم تختارها صح. سن الرشد 40 البلوغ البلوغ قصة صح. سن البلوغ مو ممكن. يلا المعلومة. يلا هات مين يجاوب؟ سبع سنوات. مين يجاوب؟ اللي جاوب اوكي. يلا المعلومه هي تقول كروت. يا رجال كروتكم هذه ايش تقول؟ نبغى كروت صفراء وسوداء يا شيخ. اسم الارجنتين باللغه العربيه فكنا من التعصب معناها ارض الفضه. ثقافات اجنبيه. لا لا انا 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 اعتبرها معلومه. اعتبرها معلومه. اعتبرها معلومه. هذه اجابه. ارض الارجنتين. ايش الارجنتين باللغه العربيه معناها ارض الفضه؟ هي ارض شيء بس ارض الفطره. ارض الفضه. جوهرات وفضه ولعبتكم هذه. يلا عطونا يا صح والعمله. ايوه عندك يا محمود. ها عندك حوده. بسرعه هي ارض شيء مقلب. وانت ايوه حلو حلو. يلا اختار. والجواب صحيح. يا رجال حظ احمر. البركه بركه مهما كانت اينما حللنا بركنا. بيض وجهك على السؤال. كشفته منا حظيظين يا ولد. الحمد لله الحمد لله. والله حظي صح من قبل. المعلومه صحيح تقول. ما نبي احد يطبق زين. المعلومه فيها تطبيق شويه. تقول معلومه. تستطيع ان تتنفس ورب الكعبة من انفك وانت تتكلم. خلينا نسمع. هاي عزام لا ما تقدر. شوف قاعد يجرر.
والله صراحة حلو والله ما يجي حلو والله معلومة طيبة يا اخي شكرا فايزين دائما فوز ما تسحب هواء يا اخي لان مخرج الصوت هو والله واحد عيد معلومة بسرعة تستطيع ان تتنفس من انفك وانت تقولي كلام ثاني ما تشارك ما تشارك واجابة صحيحة ايوه حلو برافو برافو احنا نجيبها بالمخ الحين كم عندكم الحين النقاط؟ اثنين اثنين اربعة اثنين خمسة خمسة ايش اربعة؟ اثنين ثلاثة ثلاثة ثادي كيف؟ احنا ثلاثة انتم ما حسبتوا الاولى ولا ايه؟ ثلاثة في لجنة في لجنة في لجنة في لجنة في لجنة بس لجنة ها كم؟ الاولى قرعة بس خمسة اثنين خيار كم كم؟ ثلاثة هم صح؟ هم ثلاثة واحنا طيب المعلومة الأخيرة المعلومة الأخيرة أربعة عندنا أربعة أربعة اثنين أربعة ثلاثة باقي معلومة واحدة باقي معلومة واحدة عندنا يا إلياس بسوي قرعة احنا فايزين هنا هنا إلياس إلياس إيش رأيك تقول أسرع إجابة يعني حتى لو أخذتوا احنا فايزين مش صعب جيدين طيب أسرع إجابة أسرع إجابة أسرع إجابة أسرع إجابة المعلومة الأخيرة تقول أرفع أرفع على طول أنت وبيجرة. السهر ساعة متأخرة يضعف المناعة صح صح إيه إيه رفعنا رفع معلومة صحيحة عندنا النارين لا لا تخف كنت كذا أنا شفت ربي الطرا للأمانة يعني لا أنا ما عاد شفت ربي يعطيكم العافية شباب والله شوفوا يعطيكم العافية معلومات حلوة حلوة أنا أستفيد منها كمان أستفيد منها حسبوا يقول إيش راح تقوله شكرا لك والله يا أستاذ إلياس إنها معلومات جديدة جديدة وجميلة الله يسعدك شكرا جزيلا الله يسعدك طيب أحد ممكن يعطيك معلومة ترى الوضع هذا خليهم يجيبوا أولياء أمورهم جميعا كل واحد يجيب أولياء أمورهم رجاء يعني مين هذا ضعاف يجيبوا اولياء امورهم صح صح عشان هذا ما ينبغي طيب ايش رايكم دام والله ما زين لك جبت اولياء امورهم احسن يلا يلا خليك واقف والله انا اشكرك يا صراحه انا اول مره صراحه شكرا استاذ شكرا يعطيك العافيه تجربه